لابد أنك سمعت عن مقولة الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. ويعني ذلك أن حريتك تبدأ وتنتهي معك، أنت حر بكل ما يعنيك. وعليك أن تعرف بأن لكل فرد أفكار يبجلها ومعتقدات يقدسها، فلا تحاول أن تدوس عليها بهذه الحجة الواهية، ألا وهي حرية التعبير. مناقشتك لأفكار غيرك قائمة على مقدار علمك لا صراحتك، ليعرف المقابل وجهة نظرك بشكل واضح ومنطقي، ثم الإقرار بصحتها أم عدمه. أما في عصرنا هذا فالجدال عن جهل صار سيد الموقف، فيمكن أن تكتب ما تريد من أي مكان بالعالم وبكبسة زر دون أدنى اهتمام بالهدف من النقاش، وصار يندرج كل هذا تحت مسمى حرية التعبير عن الرأي، رغم كونه في الحقيقة تنمراً واستهزاءً بالآخرين. جميعنا لدينا عدة أفكار نريد نشرها، فلا بأس بالنقاش الهادف لمعرفة أصلها وتجميع المعلومات وتمييز الصحيح من الخاطئ منها. لكن بعضنا يتعمد أسلوب التجريح والإهانة لينقل صوته لأكبر فئة من الأفراد، فالناس تنفعل بسرعة من الأفكار المخالفة لهم والتي يكون أسلوب كتابتها بغيضاً أو مستفزاً، مع أن الغرض من هذا الأسلوب يعرفه معظمنا، فهو يريد إثارة الجدل بأي طريقة ممكنة، لكننا ننجرف بمشاعرنا للدفاع عن معتقداتنا ونستخدم نفس الأسلوب السيء للرد عليه. وهنا تكمن المشكلة، عندها تحدث الفوضى وتبادل الإهانات. تحت راية حرية التعبير تطرفت صحيفة تشارلي إبدو الهزلية الفرنسية في إهانة جميع الأديان عبر رسوماتها الكرتونية، في تعد صارخ اتسم بالوقاحة وعدم الاكتراث لمشاعر المليارات حول العالم. حرية التعبير عن الرأي تعني أن تعبر عن رأيك بكل شفافية ووضوح دون إساءة أو تشهير بأحد، يعني أن تعبر عن الواقع الذي تعيشه بالألفاظ المناسبة، وأن تحترم غيرك وتستوعب فكرة الاختلاف بيننا، فلولا الاختلاف لكنا نسخا عن بعض ولصارت الحياة مملة ومتوقعة.